عليكم ورحمه الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه المولد النبوي الشريف. السنه الجايه كده ان شاء الله انا واياك نكون محققين امانينا ان شاء الله. شطر حلاوه ولا لسه؟ طريقي كده لفين بقى يا جماعه؟ الشاطر يقول انا رايحه فين. انا رايحه كده افرح الولاد واجيب لهم حلاوه المولد. منين بقى حلاوه المولد؟ من قصر البشبيش. قصر البشبيش يعني بصوا وسع يا عم. ايه رايكم بقى في الجمال والحلاوه؟ مفاجاه بصراحه انا مستنياها من اول كده ايه ما المولد بدا علينا ان شاء الله. وطبعا يا جماعه كل ما اعدي في الشارع كده الاقيهم فرشين والحلاوه بقى اشكال والوان، وانت اللي تختاري وبعد كده توزني، يعني حاجه كده فاخر من الاخر اللهم بارك. تعالوا شوفوا بقى انا جبت ايه عشان اوريكم. تعالوا بقى يا جماعه نشوف حلاوه المولد وجمالها. قصر البشبيش، قصر البشبيش ده يعني عشر سنين الله اكبر. اول حاجه بعشها عند البشبيشي طبعا القرص ده، القرص المشبك ده عالمي ما شاء الله. شايفين يا جماعه الكيوت والجمال؟ تعالوا بقى اسمي الله ونطلع على رسولنا الكريم كده ونشوف عفه الحلاوه الجامده جدا ان شاء الله. انا النهارده بقى نويت ايه؟ اسرق البنك واخده كده واروح اجيب عفه حلاوه من قصر البشبيش. تعالوا نفتحها كده نسمي بالله ونفتحها ونشوف جواها ايه. صراحة مقفولة 500,000 ايه قافلة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم في الجمال والحلاوة؟ ما شاء الله. تعالوا بقى نشوف جمالها وحلاوتها. شايفين يا جماعة؟ شايفين العلبة أصلا شكلها؟ شايفين البطيخة القمر دي؟ ما شاء الله. ولا القلوب دي؟ طعمها تحفة ما شاء الله، اللهم بارك. شايفين جمالها؟ بجد فيها كل حاجة زي ما انتوا شايفين. القشطة دي تحفة. وطبعا البشبيشي يعني ايه ماركة معروفة جدا جدا ما شاء الله اللهم بارك. حاجة كده عشرة سنين والله العظيم بجد اللهم بارك كده. والمحل بتاعه حلو جدا جدا ما شاء الله في ميدان المماليك يا جماعة. واللي عايز عنوانه كده يكتب لي في الكومنتات، لأن حلاوة بصوا فريش جدا. وقصر البشبيشي ده معروف بجد، يعني انا عارفاه بقاله كام سنة، ومن قبل ما اعرفه شخصيا كده عايزة اقول لكم ان زمان قوي في طنطا لما كنا بنروح واحنا صغيرين كده كان دايما ابويا ربنا يمسيه بالخير يا ربي كان بيجيب لنا منه. تمام كده؟ نشوف بقى كده الجمال والحلاوه والقمر كده ما شاء الله اللهم بارك. شايفين يا جماعه عده الحلاوه؟ حلوه جدا جدا اللهم بارك. فيها كل حاجه كل ما تتخيلوه زي ما انتم شايفين. الحاجه فريش جدا طازه جدا ما شاء الله. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه. فرحه يا جماعه كده وكل سنه وانتم طيبين ومولد نبوي شريف ان شاء الله علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه كلها اللهم امين يا رب. ربنا كده يا رب ايه؟ ربنا يدينا الصحه دايما يا رب كده ويخلينا لاولادنا كده ونجيب لهم ان شاء الله كل حاجه. عايزه اقول لكم كده ان انا لقيت بقى علاء بيكلمني وبيقول لي يلا يا ماما عشان نروح نجيب ايه للعيال كده حلاوه المولد. طبعا كل سنه وانتم طيبين. ايه رايكم في جمالها وحلاوتها؟ حاجه كده بجد تنزل على القلب، دي ما تنزلش في المعده دي ولا القلوب التحفه دي ما شاء الله. بصوا جمالها، دي بقى ايه؟ قلب الادم وقلب المكه وقلب الحبيبه وقلب ليا، مفيش قلب العلاء. علاء بقى بيعشق ايه؟ بيعشق الكفوف دي. ماشي، هديله كف بدل القلب. تمام كده؟ بس كده يا اخواتي، اتمنى ان الفيديو يعجبكم كده ولايك وكومنت وشير ومع السلامه.